هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا في جي ماكس وعاملين تخفيض جامد جدا في المحل، فحبيت افرجكم على التخفيض اللي هم عاملينه. يعني كل الاماكن اللي مكتوب عليها فين اليافطه، كنت انا لسه شايفاها اهي. بصوا اليافطه ديت مكتوب عليها نيو مارك داونز جاست تيكن هيوج سيفنجز، ديت حاجات هم لسه مرخصينها. وفي حاجات كتير جدا في المحل، دي حاجات بقى المطابخ اللي هي الالكترونيات وحاجات زي كده بتاعت المطابخ، فانا حبيت افرجكم عليها. ومن ضمنها بقى اول حاجه مثلا، بصوا دي بتعمل وافل، بس دي بتعمل 4 وافل. بصوا على شكلها من ورا، بتعمل 4 1 2 3 4 في نفس الوقت، بدل ما تعملوا واحده واحده وتبقوا قاعدين زهقانين. دي ب25، بصوا بدل 30 وفرق $6، بس في حاجات بتنزل اكتر من كده، وكل ما تقعد كل ما تنزل اكتر. وفي دي بتاعت السلطه، دي بتقطع السلطه يعني الخس وكل الحاجات دي، تحطوها في الطبق دوت وتقطعوها بقى بالبتاع دي ب$10. وزي ما انتم شايفين اهو عاملين قبل وبعد، ده قبل ده بعد، ده قبل ده بعد، ده قبل ده بعد، ده قبل وبعد طبعا ما يقطعوا الحاجه. هنا في ديت، دي بتقطع الكوسه او الخضار كله وعامل زي المكرونه كده. وفي 3 انواع بتقطع بيها اهي، كل واحدة ليها الطريقة. دي ب$8 وبتنزل في العلبة ديت على طول. دوت كاتل بتاع المية وبيسخن المية ب32، بياخد لتر ونص. في دي بتاعت التوست، مكتوب لها توست، وب32 دي بتاخد حتتين توست بس. في بتاعت السكاكين ديت، بصوا دي عاملين عليها تخفيض جامد ازاي، بدل 80 بقت ب64. وده شكلها اهو، عاملة زي خشبية وجواها سكاكين. في طقم بقى، طقم صواني او حلل، ده شكلهم اهو 13 حتة، بكام بقى؟ ب289، يعني هو يعتبر غالي، بس هو اساسا ب400 سعره، فهم مخفضين $110 او $111. وده المكونات بتاعته، وهي ال14 قطعة بتاعتها. هو الاير فاير دي بكام؟ تعالوا نجيب دي كده نتفرج عليها. دي اهي القلاية، ده شكلها ممكن يكون من تحت فين، 48. دي القلاية اللي من غير زيت، قلاية الهواء، دي امرال لاجاسي، I don't know، معرفهاش بصراحة. وزي ما انتم شايفين ممكن تعملوا فيها برجر، ممكن تعملوا فيها لحمة، ممكن تعملوا فيها بطاطس، ممكن تعملوا فيها حاجات كتير جدا. وده شكلها اهو، بتاخد كام لتر بقى؟ انا مخدتها بالي 7، مش السبعة دي، لا دوت 7 زراير، مش مكتوب، خمسة اهي، خمسة كورت و ب48. الشيف ده مشهور، هو ده هو بتاع الشيف، يا هو اسم الراجل، مش كده بقول لك معرفش ايه هي دي 48. في كمان ورا هنا، بس هم دول على سيال، افتكر دول مش على سيال، دول معلومش البتاع الحمراء، هو دول مش على سيال. عندهم الترابيزات دي في نص المحل برضو، فيها حاجات رخيصة. دي قهوة شكلها غريب قوي، يعني الراجل اللي عليها ده شكله يعني غريب. وفي ده انا بحب ده، دوت عامل زي عصيان كده صينية، تبقى طعمها حلو. في شوية أكل كتير يعني سناكس كده، بابا بيج صاحب ليلى الجاميز بتاع بابا بيج ب2. في قهوة برضو تاني اهي، عندهم حاجات كتير زي ما انتم شايفين. وفي الكاندي ده ب2.5، حاجات كتير هنا. وفي بقى صوصات، نشوف ايه هو ده، داخل المخلل الأول، لا ده زيتون، الزيتون ده شكله حلو، ب2.5. وفي صوصات بقى اهي، ده يا ده هوت صوص اهو، بصوا هوت صوص. في برضو تشيبوتلي صوص برضو مشطشط، ودوت معمول بالهالابينيو. في مربات كمان، دي مربى بالتوت ب2.5، دي ب2، ده عسل هي. ودوت كوكونات جوز الهند، ده العسل. وفي ايه هنا، ده بامكن على العسل ب3، وده ايه ده، بابريكا ب4. نشوف دوت ايه، دوت شاي انجليزي، ده ب$5. وفي ده ايه ده، فارو، ايه هو ده، انا مرة شفته بس انا مش عارفه هو ايه ده، قمح بيعملوا بيه ايه، شعير مش عارفه بصراحة.
وفي يعمل زي بسكويت كده معمول بالجبنة دوت، هو اهو بتلاتة. في منو معمول بالبسكويت بالبينات باتر هنا، يعني عندهم شوية أكل. وفي ستاربكس كوفي ب$4، ودوت الشاي بقى أنا ما أعتقد إن هي كل ده أنواع الشاي. ولينا القهوة، مش القهوة اللي اسمهم إيه اللي عندك دول، هي التوابل. ده إيه ده؟ ده بتاع السي فود، يعني سمك الأسماك يعني. ده بتاع البيتزا، أول ما أعرف إن البيتزا ليها توابل، بس هي شكلها حلو بصراحة. حاجاتهم مخلطينها على بعض. يا إيه الأسعار؟ ب2.5 أهو. اذا انتم شايفين هي حاجات مخلطة. ده باربعة. ده بتاع السي فود بتلاتة. لسه شايفة ولا باربعة؟ معلش تلاتة برضو. شفت؟ هنخش بقى الترابيزة اللي بعدها. في الترابيزة دي فيها بقى الحلويات او الكاندي. ده كيس فيه 50 كاندي، 50 كيس كاندي ب$5، يعتبر 10 بدولار، يعتبر حلو، مش هتلاقوه رخيص كده. وفي دوت ب$3، دوت برضو شيء انجليزي. كيس صغير، كيس صغير يعني ليلى ممكن تاكل 5 6 منه في نفس الوقت. وفي حلويات كده، وفي دي برضو ايه ده، حلويات كبيرة قوي. دي بتاعت ايد الحب، وهاتينها ب5. ده برضو في بسكويت تبع الناس اللي بتعمل الكيتو دايت. في مكرونه ملونه، نشوف شكل المكرونه اهي، بصوا ملولوه وملونه ب$2 اهي، 5 الوان. دي حاجات الحب. هم عطينا بكام بقى؟ ب5. هما شكلهم عاملين تخفيض كبير، يعني ممكن يكون عندكم حاجات ارخص، وفي ممكن تكون حاجات تختلف عن الموجوده هنا. دوت برضو هم مكرونه ب2.5. عندهم حاجات كتير، في ام ان امز، في ام ان امز هنا، ده عامل زي حلويات كده بالام ان امز. في الهدوم اللي جوه برضو، اي حاجه مكتوب عليها بالاصفر هنا. لا وهنا مش ولا سيئه، مناطيل هنا اهو. فين؟ مفيش. يبقى دي اخر واحده هنا، هو الاخير. في ترابيزه قدام فيها اكسسوارات، ما احنا نشوفها. دي الاشكال اهي الموجوده هنا. ديت ايه دي؟ فاكره في ايه؟ كان عندي قاعد وانت صغيره كان لونه بامبا يشبه اللي ده، مش عارفه كانوا جايبينه لك من مصر. في هي دي ايه؟ خواتم. كل دي خواتم. كام طقم خاتم؟ ده 4 6 7 7. وفي سناسل هنا، بصوا سنسلة. ده طبعا كلها اكسسوارات. الذهبي دي شكلها حلو، دي عامله زي سنسلتين في واحده، سنسله قصيره وطويله. يا ده حلق. شكله حلو. ده ذهب. ده او هو مطلي بالذهب. ده ب15 ولا ب16. في ده اهو برضه شكله بناتي او شكله اطفالي قوي. الحلقان والحاجات دي، بصوا دي شكلها حلو. ده برضه حلق مليان حاجات، شكله حلو برضه. حلو طلعت. ده شكله حلو. ده طقم يبان على ده. بتكلم عن الحلق. ده الحلق واللي اسمه ايه، شيلي ايدك وبتاع. اسمه هو بكام؟ انا اشوف هو بكام. ب16 حلقه اسمها ايه، وغويشة او انسيال. هي دي الاشكال اللي انتم شايفينها اهي. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عندكم تي جي ماكس قريب منكم روحوا شوفوه، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.